السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في عدد جديد من برنامجكم الرمضاني على قناة وي بي سي. لأهل اليمن طقوس يقومون بها لاستقبال شهر رمضان، ويعرفون بقدوم هذا الشهر من خلال الأطفال الذين يجوبون الشوارع حاملين علب معدنية بها أحجار صغيرة، ويستقبلون أول يوم من شهر رمضان بالتزيين، إضافة إلى إطلاق الألعاب النارية واقتناء المستلزمات. لكن رغم كل هذه العادات والتقاليد إلا أنها اختفت في بعض المناطق بسبب الفقر والحرب، فيحرص الباقي على إقامة موائد للإفطار الجماعية لهم وتوزيع الأكل، إضافة إلى تبادل الأطعمة والزيارات. ومن أهم الأطباق الشعبية اليمنية التي تكون حاضرة على طاولة الإفطار السمبوسة، الحوح، الباجية، المدفاية بنت الصحن، والمقصقص. وبعد الإفطار تتجمع العائلة للسهر والصلاة وتلاوة القرآن سويا. مشاهدينا، كانت هذه أهم العادات والتقاليد في اليمن خلال شهر رمضان. شكرا لكم على حسن المتابعة، انتظرونا في موعد آخر إن شاء الله.